الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم، معاكم اشرف. والنهارده هنعمل حاجه مهمه جدا، وهي الطماطم المخلله. بتكون جنب الكبده، بتعمل طعم حلو. بظروف الوباء والكورونا اللي احنا عايشين فيها الفتره دي، الناس بتخاف تشتري المخلل، ممكن يكون حاجه مش كويسه. فنقدر نعمل حاجه جميله جدا في البيت بايدينا، بدون ما حد من بره يتدخل فيها. الطماطم المخلله حاجه بسيطه جدا جدا، بنجيب طماطم جامده تمام، وهنقطعها بالشكل دوت. هقطع طبعا طماطميتين اتنين قدامكم، وبعد كده نبقى نوقف الكاميرا عشان الفيديو ما يكونش طويل، وبعد كده نرجع لكم تاني. هنقطع الطماطميه بالشكل ده كده اهو، زي ما انتم شايفين، مش للاخر طبعا، لغايه اخر حته بس، عشان نقدر نحشيها بالخلطه الجميله بتاعتنا. تقريبا الإضاءة فيها مشكلة، لو فصل تاني عادي خلاص مش مهم، عشان بس تمام كده اهوت. هنقطع كده تاني بالشكل دوت، بالشكل ده اهو كده كده. تمام، تمام بالشكل ده. طبعا هوقف الفيديو ونرجع لكم ان شاء الله اكون قطعت الاثنين التانيين، واقول لكم هنعمل ايه. تمام، رجعنا لكم بعد ما قطعنا الطماطم بالشكل دوت. طبعا مش للاخر يا جماعه، زي ما انتم شايفين كده تمام اهوت، اهو بالشكل الجميل دوت. هي برضو نفس الكلام، مقطعينها بالشكل ده. المهم يا جماعه، اول حاجه بقى المقادير قدامنا. المقادير، المقادير: حبة البركة، كزبرة خضراء، وشطة، رشة سكر، ثوم، كزبرة ناشفة، وكمون، وملح تمام، ومعلقتين زيت، ومعلقة ونص خل، وطبعا الفلفل بتاعنا. تمام يا جماعة، هنعيد تاني بالراحة واحدة واحدة. تمام، حبة البركة، كزبرة خضراء، شطة، سكر، وثوم، وكزبرة ناشفة، وكمون، وملح، ومعلقتين زيت، ومعلقة أو معلقة ونص خل، والفلفل بتاعنا. وهنحط ده كله في الكبة. تمام، طيب هنحط كده يا جماعة الفيديو الفلفل بالشكل دوت اهو في الكبة. تمام، يعني لسه هنحط طبعا كتير، عشان احنا عاملين بس اربع طماطميات، حاجه بسيطه. تمام، بالشكل ده اهو زي ما هو شايفين. اوكي، وبعد كده هنحط حبه البركه. تمام، وهنحط الكزبره الخضراء، والشطه، رشه سكر، ثلاث فصوص ثوم، كزبرة ناشفة، كمون، والملح. تمام، هنبدأ نفضيهم كلهم بالشكل دوت في الكبة اهو كده يا جماعة، زي ما انتم شايفين كده. تمام، ونحط طبعا معلقتين زيت، ومعلقة ونص خل اهو يا جماعة بالشكل دوت. ادي معلقة زيت، وممكن معلقة تانية، عشان طبعا الخليط يندمج ويكون جميل. طبعا معلقة خل، بالشكل دوت. تمام، وممكن عايز ازود شوية ملح صغيرين كمان كده اهو كده. وبعد كده هنركب الكبة الجميلة بتاعتنا.
طبعا يا جماعه مش عايزين نهاريه خالص، فيعني ايه عايزين كده اللي هو تاخد ضربه ما تبقاش مهاريه خالص. بس كده. وده يا جماعه الشكل النهائي ليها. تمام يا جماعه، نبدا ننزل كده الخلطه الجميله بتاعتنا. طبعا للاسف الكاميرا اللي بنصور بيها الفيديو ده في مشكله في الاضاءه، لكن طبعا لان طبعا بقيه الكاميرات التانيه بنصور بيها فيديوهات تانيه، يعني بنحاول اهي. مش عارف هو تقريبا زعلان مننا او حاجه. دي طبعا الخلطه بتاعتنا الجميلة، نحاول نطلعها بالشكل دوت من الخلاط، قصدي الكبة. تمام، بالشكل الجميل ده. طبعا يا جماعة يا ريت لو استفدتم يا ريت تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناة يا جماعة، اعملوا انفايت لأصحابكم. تمام، هنيجي بقى طبعا هنا للطماطم. بكل بساطة هنجيب طبعا يا جماعة طماطم اهيت، وادي الخلطة الجميلة اللي احنا عملناها، ونبدأ ان احنا كده نحشي ببساطة خالص بين الطماطم اللي احنا كنا عاملينها بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين اهيت كده. عايز اقول لكم يا جماعة دي طبعا جنب ملوخية بقى، جنب كبدة، بدل ما نقعد نجيب مخلل مش معروف مصدره، مش معروف هو معمول ازاي، كام ايد لمسته عشان يوصل لنا، حاجات الكتيرة جدا دي طبعا دي، وخصوصا في الظروف اللي احنا فيها دي ربنا يرفع عنا ان شاء الله البلاء والوباء. الحاجات دي بصراحة بتبقى يعني قلق اكتر. اي كده بالشكل الجميل دوت. طبعا بتسيبوها في التلاجة او في التلاجة طبعا يوم اتنين تلاتة اربعة، مفيش مشكلة خالص. طبعا الشوية الاخرانيين دول يبقوا تحت، دول كده كده برضو بناخدهم في الاخر برضو، بنحط طبعا التتبيلة اهيت برضو اهيت. الناس اللي بتحب الطماطم تجرب التتبيلة دي بجد هتدعيلي يا جماعة. لو شايفين انها مثلا عايزة ملح اكتر ممكن ترشوا ملح عليها من فوق كده وتسيبوها في التلاجة برضو، هيبدأ يرجع الطعم بتاعها تاني. هتاخد برضو تدي كده في التلاجة، هتلاقي الدنيا برضو ظبطت تاني وزي الفل. هو بنحشي كده يا جماعة بين طماطم الجميلة كده، نروح جايين بصبعنا كده زي الفل، ايه نمسح اللي طالع وكل اللي نازل ده كده كده هنرجع له تاني عشان اصلا نكفي باقي الطماطميات الباقيين. اهو كده يا جماعه بالشكل الجميل ده خالص. موضوع بسيط جدا جدا جدا. الناس طبعا اللي هي ما بتحبش الحار قوي ممكن تعملوا فلفل رومي مع التتبيله اللي احنا عملناها دي، برضو بتدي طعم كويس جدا. لو ناس مش حابه الشطه ممكن ما تحط الشطه. عاملين يا جماعه فيديوهات جميله جدا جدا جدا، يا ريت الناس تلف في القناه كده وتشوف الفيديوز الباقيه، وتشوف لو عندكم افكار تانية حابين ان احنا نقدمها. بتدوروا على اكلة مثلا احنا ممكن نسأل ناس برضو، احنا لو احنا مش عارفين نقدر نسأل ناس ونستفاد. بعد ما خلصنا كده نمشي ايه، يمشي كده طبعا زي ما احنا شايفين. بصوا يا جماعة حشو موجود جوه عشان بس طبعا برضو المظهر الجمالي للحاجة والطبق والتقديم. تمام، اهو برضو هنا اهوت. تمام، هنبدأ نحشي الطماطماية. طبق ميه بصراحة، وطبعا حبة البركة جميلة جدا جدا جدا. التركة بتاعت السكر جميلة جدا. بصوا يا جماعة بتعمل ميكس حلو حلو جدا جدا للناس بقى اللي هي بتحب الحاجات الحادقة والشطة يعني والطماطم عموما، بتعمل ميكس جميل جدا 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 جدا. وطبعا الميه اللي هي موجودة قدامكم دي تقدروا بكل سهولة
تحطوها على الطماطم تاني في الطبق كأنكم بتخللوا الطماطم، بس طبعا زي ما قلنا اخرها مثلا 4 5 ايام في التلاجة. وطبعا يستحسن تعملوا كمية يعني ليها صبحة مرة واحدة. تمام، هنوقف الفيديو ونجيلكم مع الشكل النهائي. طبعا يا جماعة ده الشكل النهائي اللي احنا عملنا بيه الطماطم. تمام، وطبعا اتبقى شوية كده من التتبيلة بتاعتنا الجميلة او الخلطة بتاعتنا. هنبدأ ننزل بالراحة طبعا التتبيلة كده على الطماطم من فوق بالشكل الجميل ده، بالشكل اللي طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعة. ندخل المية والتتبيلة بتاعتها تمام جوه الطماطم عشان تتغلغل كده وتبقى زي الفل. ومن فوقها كده يا جماعة برضه اهوت. عايز اقول لكم يا جماعة حاجة جميلة جدا جدا جدا، تقدروا تاكلوها مع اي طبق، مع اي اكلة، مع اي حاجة. طبعا زي ما انتم شايفين الطبق والشكل النهائي للطماطم جميلة جدا. تمام، وبعد كده ممكن بقى مثلا في الاخر خالص شوية ملح صغيرين كده من فوق عشان برضو تظبط الدنيا. وبألف أنا وشفا، وكان معكم أشرف من قناة مطبخ الشيف شيكو وتوتا. وإن شاء الله بإذن الله يا جماعة انتظرونا فيديوهات كتيرة جدا وحاجات كتيرة جدا مستخبية إن شاء الله بإذن الله، نحاول إحنا نطلعها لكم ونحاول إن إحنا نفيد أكتر وأكبر عدد ممكن من الناس. بس هو طلب بسيط جدا يا جماعة، يا ريت لايك وكومنت وسبسكرايب للقناة، وانتظرونا في حاجات كتيرة جدا إن شاء الله بإذن الله هتكون مفيدة ليكم ولينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.